السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، الحوثي يوجه نصيحة أخيرة للسعودية، وإلى التفاصيل. وجه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء نصيحة جديدة للسعودية على خلفية التوتر بين صنعاء والرياض بشأن التصعيد الاقتصادي. وقال الحوثي في كلمة متلفتة له اليوم للحشود التي خرجت في مسيرات لإحياء ذكرى عاشوراء إن الشعب اليمني أبدى استعداده للتصدي لأي خطوات اقتصادية داعمة لكيان العدو الإسرائيلي من قبل النظام السعودي الذي وصفه بقارون العصر وقرن الشيطان. وأضاف الحوثي أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا في تحذيراته وهتافه وأن يكف عن مساره الخاطئ المناصر لأمريكا وإسرائيل والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي خرجت الجمعة الماضية لتأييد قراراته بالتصدي العسكري للإجراءات الاقتصادية الأخيرة ضد صنعاء. وأكد الحوثي عدم التراجع عن الموقف الداعم للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة، وأشار إلى أن العمليات اليمنية التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور على الفرار من البحر الأحمر ولجوء واشنطن لاستخدام السعودية في التصعيد الاقتصادي بعد فشلها العسكري ستستمر وتتواصل مهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا والعملاء، فإنها لن تخضع لشعبنا العزيز الذي يأبى الضيم والقهر وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، مؤكدا أن عملياتنا مستمرة بالقصف الصاروخي والعمليات البحرية في تصعيد وتصاعد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار الإسرائيلي على غزة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.